احنا رانا هنا في الطريق الوطني الرابط بين ولايه البيض ولايه تيارت، النقطه الكيلومتريه 10 كيلومتر شمال ولايه البيض، براس كيما المطار الايروبور تاع الولايه. درجه الحراره تقريبا راهي 4 تحت الصفر. قلنا عاد لكم كارثه حقيقيه تشوفوها هنا بام اعينكم. شوف شدي هنا تقدم شويه قدام ستاسيوني غايه ستاسيوني مليح مليح. شوفوا المسؤولين يا المسؤولين، هذا ماشي مربين فيه الزوايل، هذه راهي عائله عايشه هنا في درجة حرارة 4 تحت الصفر، عنده يما في عمرها 90 سنة وعنده زوج وليدات. يا المسؤولين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي يملك كانت تعثر ناقة في العراق، يسألني عليها ربي علاه ما صنعتلهاش طريق، وانتوما هنا حقوق الحيوان يا الرب ما عندوش، حقوق الحيوان وما عندوش، ماشي حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ما نحكوش عليها. انا الشيء اللي راه مدوخني حاجه باغي نفهمها، حاجه واحده برك يا المسؤولين، هذا كيما كيفاش راه يبان لك؟ كيفاش راك تشوف فيه؟ كيفاش راه يبان لك؟ واش هو هذا؟ تافه كليماتيزير ودنيا وبيروات وسكرتير وجيب لك في القهوه وما على باليش، وانسان مطايش هكذا بيه بوليدات، والله حرام عليكم، اقسم بالله حرام عليكم.